انه بايونير ايضا في المحاضرات وكيفيه القاء المحاضره وكيفيه وضع كل خبراته في ساعه. فانا ان شاء الله بتمنى له التوفيق وبشكره وربنا يجازيه خير عن ربنا كل يخليك. اللي بيعمله معانا. ونستمتع الان بالاستاذ الدكتور وائل سمير. ربنا يخليك دكتور عاطف، ألف شكر طبعا لأستاذنا العزيز الدكتور عاطف البلتاجي اللي له أيادي بيضاء علينا كلنا، وبشكر الدكتور أسامة عبد الرشيد على المجهود الرهيب الأسبوعي أو النصف أسبوعي اللي بيحصل علشان التعليم أونلاين، وبشكر طبعا شركة الإكسير. احنا هنبتدي النهارده على التوبيك اللي هو الريفيجن توتال ني ارثروبلاستي، وانا حبيت ان انا اخليها في رقم يعني تول جولدن رولز فور ذا سكسس، علشان دايما الحاجات لما بنحطها في ارقام الى حد كبير ما بننساهاش. اول ما بيجي لك ان في حد بيبلغك ان احنا عندنا ريفيجن كيس، تبتدي مخك تروح على نوع الامبلانت ايه اللي هتركبه، يا ترى هركب كونستريند ولا هركب هنجد، يا ترى هركب ستيم، يا ترى هحتاج اوجمنت، يا ترى الريفيجن ديت هعملها 1 ستيج ولا 2 ستيج، وايه النوع بتاع الريكونستراكشن اللي انا هعمله سواء للبون ديفيشنسي او للبون ليجمنتس. انما الحقيقه بيبقى دايما اهم حاجه التين جولدن رولز ديت، اول حاجه لازم تجاوب عليها واي ات فيلد، وده السؤال اللي لازم تساله لك، مش مجرد ما نشوف الاشعه ونقول والله ديت التيبيا لوس او الفيمورال لوس يبقى انا هحضرها على اول لسته فور ريفيجن، انما لازم تعمل اناليسز للبيشنت ده، انت هتعمل له ايه بالظبط وايه مشكلته، لان انت لو ما واجهتش سبب الفيلير اللي حصل في اول مره هيبقى سبب قوي جدا ان الفيلير ده يتكرر تاني. وتاني حاجه، ممنوع ان انت تعمل ريفيجن توتال ني ارثروبلاستي لمجرد ان العيان بيشتكي من بين وما عندكش سبب واضح وما قدرتش توصل بالاناليسز اللي احنا هنقوله هو ايه سبب الفيلير، وانا داخل اعمل له لمجرد بين في التوتال ني، او ان البيشنت ده انساتسفايد بالبرايمري، وانا مجرد ان انا هشيل البرايمري واحط ريفيجن سيستم بستيمز واحط استمات واحط مور كونستريند بروسيسز واحط اوجمنتس مثلا، والحاجات دي كلها دي مش هتحل مشكله العيان كبين. يبقى اهم سؤال لازم تجاوب عليه هو واي ات فيل. تاني حاجه، اول ما العيان يجي لك ان العيان عنده مشكله في الركبه سواء بين او لوس او انستابيليتي او الكلام ده، وانت عندك سبب انك هتعمل له ريفيجن، ورك اب فور انفكشن، هتطلب له الانفكشن. لو انت طب افرض ان انت مش شاكك في الانفكشن، سيرش فور انفكشن، يبقى تالت جولدن رول يبقى ورك اب فور انفكشن وسيرش فور انفكشن، ورابع جول سيرش فور انفكشن. انا حاطط ثلاثة وقاصد الكلام ده من العشرة، ان انت سواء انت شاكك ان عندك علامات ان عنده انفكشن، سواء انت مش شاكك ان العيان ده عنده انفكشن لازم تو سيرش فور انفكشن، لو انت متاكد ان العيان ده مش انفكشن ات شود بي كونسيدرد انفكتد انتل بروفد اذروايز. ولو احنا طلعنا بس من المحاضره بالثلاثه دول، ان انا لازم اعمل اناليسز للفيلير، لازم ارول اوت الانفكشن، ما اعملش ريفيجن لبينفول ني بس، انا ام ساتيسفايد بالتيك هوم مسج بتاعها، لان الباقي بعد كده لا اخفيكم سرا ان انت ممكن لو حد بتاع شركه كويس يعمل يقدر يركب او يقول لك هيركب ازاي سي سي كيبل اوجمنتس اوف الستاب. طيب احنا هنقول هم دول الاربعه الاولانيين، بعد كده عندك مشكله دايما في الريفيجن الديفيكلت اكسبوجر، لان العين ده ممكن يكون اتفتح كذا مره، العين ده ممكن يكون ستيف، فانت لازم تبقى عارف الديفيكلت اكسبوجر المختلفه في الديفيكلت او في الريفيجن ني، اللي هو اهمهم التيبيال تبروستي اوستيوتوم. سادس جولدن رول، ازاي تريموف سيفلي الامبلانت. طبعا لو انت عندك الامبلانت بتاعك لوس نتيجه الانفكشن او نتيجه اسيبتك لوزنينج، الموضوع سهل انك هتفتح هتشيل الامبلانت. مشكلتك ان العيان يكون عنده انستابيليتي بس فيري ويل فيكسد امبلانت، او عيان حصل له ايرلي انفكشن واتعمل له مالتيبل ديبرايمنت وما بيتحسنش برضه، فانت خلاص ما قدامكش حل انك تشيل، والراجل ده لسه عامل المفصل مثلا من شهرين ثلاثه، يبقى انت بتواجه بمشكله ازاي تو سيف ريموف ا ويل فيكسد امبلانت، وده هنتكلم عنه. تاني حاجه، هتبتدي تعمل اناليسز للاكسبكتد بون ديفيشنسي، يعني
لان انت البون ديفيشنسي في جزء منه هتعرفه بري اوبراتيف وفي جزء منه هيبقى تيلورد او هيتفصل على حسب الديفيشنسي بعد الريموفال اوف ذا امبلانت انتر اوبراتيف. فتبقى لازم جاهز بكل السيناريوز. لازم تنتهي زي ما احنا قلنا في البرايمري ني ان الاكستنشن والفلكشن جاب تبقى ايكوالايز، وده هيتحل بالامبلانت سايزنج وبالديفرنت اللي احنا نقول عليه. لازم تكون مقرر انهي كونستريند تشويس، يا ترى انت هتستخدم بي اس تاني اللي هو بوستيريو ستابيلايزد، ولا هتستخدم كونستريند كوندايلر، ولا هتوصل للهنج بني. مخك دايما وفي كل خطوه في every step of the surgical technique على الباتيلو فيمورال بالانسنج، علشان it's very common scenario وانت بتعمل revision total knee انك في الاخر تلاقي عندك مشكله في التراكنج بتاع الباتيلو فيمور. يبقى اهم حاجه الدياجنوز ذا موست تشالنج. مفيش عيان يجي لك في عياده عامل total knee وانساتسفايد او في loosening او في instability او انت شاكك انه infection، تقول له خلاص احنا هنحضرك على بكره فور ريفيجن توتال ني حتى لو الامبلانت بتاعك موجود ان شلف. لا، ده الموست تشالنج اللي زي ما قلت فيلير تو دايجنوز الفيرست فيلير اتس ا بلان فور ذا سكند فيلير. انت بتحضر نفسك ان العيان ده يفيل تاني. في حاجات هتبقى ايفيدنت بالنسبه لك، يعني عيان اهوت ادي التيبيا بتاعته لوس والتيبيا بتاعته انفارس ومال الايند والكلام ده كله، يبقى احنا عرفنا سبب الفيلير ان اتحط مال بوزيشن للامبلانت موجود. هنا احنا شايفين الميديال ليجامنت مقطوع وفي سيفير انستابيليتي، احنا عندنا ليجامنتس انستابيليتي. العيان ده بالسكاي لاين فيو لقينا الباتيلا بتخلع، هنا في ساينس وبيجيب باص، يبقى انت هنا ده الايفيدنت دياجنوزس، هو واضح للعين وللكل الناس اللي بتشوف الحالات دي. احيانا ما يبقاش الموضوع سهل، عنده بين وعنده شويه سويلنج، وبالتالي يبقى اول حاجه هشك فيها انفكشن، هبعته الاقي الاي اس ار والسي ار بي مودريت اليفيتد، يبقى السكند ستيب لازم اعمل اسبيريشن. عندي الشرايط دي لازم تكون عندي في العياده، دي موجوده وبتتباع عادي. وهنا بيبقى في حاجه اسمها الليكوسايت استريز او الليكوسايتس في قلب السيرس او اي فلويد، ابتدي احطها. لو طلعت فايلوت يبقى دي بلس 2، يبقى معناها ان الليكوسايت استريز اللي هو بيطلع في الانفكشن من الاكتيفيتد ليكوسايتس او الاكتيفيتد نيوتروفيلز بالذات، يعني النيوتروفيلز هنا كتير وبتطلع ليكوسيتك استريز انزيم، ده معناها ده ريسبونس تو انفكشن، يبقى دي غالبا انفكشن. تاني حاجة هنا الامبلانت very well fixed والالايمنت بتاعها كويس جدا، انما لما تعمل لها ستريس فيو تلاقيها بتفتح ميديال، ولما عملنا لها السي تي لقينا الباتيلا مال تراكنج وبتخلع والمال تراكنج بتاع الباتيلا واضح. احيانا يبقى الموضوع باين بالكلينيكال اكزامينيشن، ودايما بننسى فكرة ان احنا نفحص العيان انفليكشن، ده زي كانك بتفحص اي سي ال وبي سي ال، ده عين عامل توتال ني وعنده فليكشن انستابيليتي، وبالتالي مشكلته هو مش عارف يمشي ولا عارف يطلع السلالم ولا عارف يقوم من القعاد وهو قاعد على الكرسي، ودي مشكلته. يبقى اذا لازم يكون عندي الجوريزم في دماغي. انا حبيت ابتدي بالالجوريزم على طول علشان نبقى احنا ماشيين في المحاضره نبقى شايفين الموضوع جلوبال واحنا بنتكلم. العيان ده يا اما عنده انستابيليتي واضحه، يعني بتفتح ميديولاترال جلوبال انستابيليتي، او بيفتح فليكشن انترو بوستيريور انستابيليتي، او ان يكون عنده ميد فليكشن انستابيليتي. اي نوع ده كلينيكال دايجنوزس، يعني هفحص العيان كاني بفحص عيان عنده سبورت انجري، عنده ميديال ليجامنت طاير، عنده لاترال ليجامنت، عنده اي سي ال بي سي ال فيهم مشكله، وبالتالي عنده انترو بوستيريور انستابيليتي او عنده ميد فليكشن انستابيليتي. عيان عنده انفكشن، انا سسبكتد ان عنده انفكشن، وقلنا احنا مش بس العيانين اللي انا سسبكتد ان هم يبقى عندهم انفكشن هو اللي هعمل لهم لاب، كل عيانين اللي عندهم بين بعد التوتال ني عنده انستابيليتي واضحه، عنده لوزنينج واضح، لازم اكسكلود الانفكشن عن طريق اللاب اللي هو اي اس ار والسي ار بي، ونضاف اليهم زي ما شرحنا في محاضره البين الدي دايمر. واذا لقيت فيهم اي حاجه كويري وانا شاكك، يبقى السكند ستيب على طول اسبيريشن اندر ستريكت، يعني لازم يكون انت معقمها كويس جدا. يفضل في العمليات لو ما امكنش يبقى في العياده نظيفه ونعقم كاننا في العمليات بالظبط، واذا طلعت النتائج ان هو انفكشن هنعالجه كانفكشن.
طب افرض ان انا بالفيزيكال اكزامينيشن وما عنديش، مش باين ان عندي لوسنينج، ومش باين ان عندي انفكشن، ومش باين ان عندي انستابيليتي بالاكزامينيشن، يبقى الدور بعد كده على السي تي سكان. السي تي سكان مهم جدا في الروتيشنال مال الاينمنت، ان اللي قبلي حط الفيمر في مال روتيشن او التيبيا في مال روتيشن، وادى في النهايه الى باتيلو فيمورال مال تراكنج وانستابيليتي، يبقى ده برضو في الريفيجن. خلي بالك ان دي مش هتبان كويس باللاب لانها مش انفكتد، والفيمر والتيبيا الكومبوننت هيبانوا لك في الاكس راي كانهم كويسين ومش لوس، وفي نفس الوقت هو ما عندوش جروس انستابيليتي وانت بتفحصه، وبالتالي هو مش هيبان. طيب ما طلعش حاجه لا في السي تي ولا في الكلينيكال اكزامينيشن ولا في اللاب، ومجرد العين عنده بين، بتفكر في حاجات اللي هي زي الميتال هايبر سنسيتيفيتي، او ان ده اكسترا ارتيكولار ايتيولوجي عامل لك المشكله ديت. ده لو حقنته انتر ارتيكولار انجكشن وتحسن، يبقى ده عاده ميتال هايبر سنسيتيف. في اسباب بقى ثانيه قليله زي البيس انسيريور ديت، انت بالفحص هتعرفها ان البين مش مشكلته عند الجوينت ده، بقى البيس انسيرنس او البوبليتياس تندون مثلا من ورا عنده بين على البوبليتياس تند، ودي حاجات بنسميها اللي هي اكسترا ارتيكولار بالنسبه لنا بالنسبه للجوينت. يبقى تاني عندنا ثلاثة من الجولدن رولز، ان انت العيان السسبكتد تورك اب فور انفكشن، تسيرش فور انفكشن حتى لو ما انت شاكك، وكل ريفيجن كيس شود بي انفكتد انتل بروفد اذروايز. ايه التولز بتاعت الدياجنوزيس؟ فول هيستوري وكلينيكال اكزامينيشن، لازم اقوم اشوف العيان ده عنده فيوجن ولا ما عندوش، عنده البين ديفيوز على الجوينت لاين وحوالين الباتيلا كانه عنده سيبتيك ارثرايتس، يعني البين ديفيوز في الجوينت كله مش لوكالايزد على الميديال او على اللاترال بس. العيان ده البين اللي عنده بالهيستوري، هل هو ميكانيكال بين ولا انفلاماتوري بين؟ يعني العيان ده البين بتاعه بيزيد بالليل اكتر، بيزيد اتريست، انما العيان اللي عنده لوس بس نوت انفكتد ده هيبقى ميكانيكال بين. لما العيان يمشي، لما العيان يجي يتحرك مع الميكانيكال بين ده، العيان اللي هو عنده لوزنينج نوت انفكتد. العيان اللي عنده فليكشن انستابيليتي او باتيلو فيمورال، الكاركتر بتاعه ما عندوش مشكله في المشي، بالظبط زي العيان اللي عنده باتيلو فيمورال ارثرايتس، وهو بيقوم من الكرسي يبقى تعبان جدا، وهو بيستخدم السلالم هيبقى تعبان. الاثنين دول يا اما باتيلو فيمورال يا اما فليكشن انستابيليتي. بعد كده نبتدي اللاب ورك اب، اللي احنا قلنا هنبعت العيان يعمل سي بي سي اي اس ار، ويعمل سي ار بي كوانتيتيف، ويعمل دي دايمر، ونطلب اكس راي علشان نشوف اذا كان في لوزنينج ولا ما فيش، وهنعمل ستريس فيلم علشان نشوف اذا كان في ليجامنتس انستابيليتي ولا لا. والخطوه اللي بعديها لما تكون انت سسبكتد بالانفكشن وكل السي ار بي عالي او كويري، وعايزين نتفق على حاجه اللي اتفقنا عليها قبل كده في البين بعد التوتال ني، ان السي ار بي في الاكيوت اللي هم البوست اول 3 اسابيع من العمليه، الكات اوف بتاعنا ان نقول غالبا العيان ده انفكتد ان السي ار بي فوق ال 100، انما في الكرونيك مجرد ان السي ار بي فوق ال 10 ده سسبكتد انفكشن. يبقى الفرق رهيب ما بين ان انا بتعامل مع اكيوت انفكشن وكرونيك انفكشن. الكرونيك مجرد انه فوق 10 ده هيقول لي ان العيان ده سسبكتد اوف انفكشن، وطب والاي اس ار فوق 30 فيقول لي ده في الكرونيك انفكشن، والدي دايمر يبقى تريبل. طبعا احنا عارفين ان الدي دايمر اكتر مع حالات البالمونري امبوليزم، انما بقينا نستخدمها دلوقتي كماركر للانفكشن. بعد كده ني اسبيريشن، دي الخطوه الثانيه على طول، وببعت بسال المعمل ثلاث اسئله. اولا بعمل حاجه انا في عيادتي، ان انا اجيب الشرايط اللي هي بتتعمل عشان الكيتو اسيدوزس والاسيتون. هتلاقي في واحده من العلامات دول او من الجزء ده للليكوسيتيك استريز انزيم، تحط عليه نقطتين بس، لازم يكون معلهوش بلاط. يعني لو انت طالع بالاسبيريشن هيموراجيك بلاط، المفروض تعمل له سنتريفيوجن علشان يجيبه لك الى حد ما كلير، يبقى يلو، وتحط نقطتين. بعد كده بتبعت للمعمل، بتطلب منه ثلاث حالات، تقول له انا عايز التوتال ليكوسيتيك كاونت قد ايه في الساينوفيال، وعايز نسبه البوليمورف نيوكليير ليكوسايتس، وعايز كلتشر وسنسيتيفيتي. وبعد كده الحاجه الاغلى ان انت تجيب الالفا ديفنس. الالفا ديفنس ده عامل زي اختبار البريجننس تيست، اختبار الحمل، تحط نقطتين. هو مشكلته انه غالي، يعني هو بره بحوالي $1000، يعني $16,000 جنيه.
هم في مصر قدروا يجيبوه بحوالي 4500 او 5000 جنيه، فده بتديه للعيان اللي يقدر يدفع. قلنا السي تي والام ار، خلي بالك ان احنا هنا ما عندناش في البروتوكول وما عندناش في الدياجنوز نعمل بونو سكان. البون سكان مش سنسيتيف ومش هيحدد لك حاجه كتير قوي، يبقى احنا بنعتمد على اللاب، بنعتمد على الاكس راي، بنعتمد على الكلينيكال اكزامينيشن، بنعتمد على الاسبيريشن. الاسبيريشن مهم جدا جدا جدا، بس لازم يتعمل مظبوط علشان ما احولش عيان كان نونت افكتد لانفكتد. لازم اعقم كويس قوي والبس جوانتيات معقمه وكل حاجه كاني بعمل منظار العيان في العمليه. ده الورك اب اللي احنا اتفقنا عليه، اطلب اي اس ار، سي بي سي، سي رياكتيف بروتين، دي دايمر. اسبيريشن لو سمحت عايز التوتال ليكوسيتك كاونت، اعمل بيه الليكوسيتك ستريس انزيم، الالفا ديفنسن، الكالتشر والسنسيتيفيتي، وبعد كده وانا في العمليه هبعت انتر اوبريتيف تيشو سام. طيب افرض ان انا كل حاجه طالعه لي كويري، اريبيت تاني كل الحاجات وريبيت الاسبيريشن، يعني لسه الحاله اللي هنعملها بكره مثلا السي ار بي بتاعها طالع 9، الاي اس ار 25 مش 30، نبعت الاسبيريشن مره طلع ان في ايكولاي ومره طلع نو جروس، وعملنا الاكستندد كلتشر برضو مره تطلع ببوزيتيف ومره تطلع بنيجاتيف، فعدنا تاني كل الكلام ده كله وعلشان ناكد العينه دي انفكتد ولا لا. يبقى should be done in every single revision case. طب امتى اقول ان العيان ده شور اوف انفكشن؟ لو عندي تو ميجر كرايتيريا، زي الحاله اللي شفناها في اللي هي ايفيدنت ان احنا يكون عندنا ساينس كوميونيكيتنج وجون، عيان عنده ساينس بيجيب باس، كلنا مش هنختلف ان العيان ده انفكتد. ان يكون عنده تو بوزيتيف ايدنتيكال اورجازم، يعني عملت مرتين اسبيريشن وبعت للمعمل قال لي ان العيان ده عنده ستاف اورس، بعته تاني لنفس المعمل اسبيريشن جديد طلع انه ستاف اورس، يبقى تو ايدنتيكال اورجانيزم من الاسبيريشن. طب افرض انا ما عنديش التو ميجر كرايتيريا ديت، يبقى عندي ثلاثه من الماينور دول، يكون الاي اس ار والسي ار بي عاليين، لما بعت تحليل الساينوفيال كان الساينوفيال وايت بلاد سيلز عالي، او عندي الليكوسيتيك ستريز انزيم بوزيتيف، الليفيتد ساينوفيال فلويد البوليمورف نيوكلير نسبته كانت عاليه فوق 80%، يعني هو بيحسب لك قد ايه التوتال ليكوسيتيك كاونت في قلب الساينوفيوم المفروض يبقى قليل، لو طلع فوق 3000 يبقى هو ده انفكتد، ونسبه البوليمورف من ال 3000 دول قد ايه من التوتال ليكوسيتيك كاونت، لو فوق 80% يبقى ده معناه ان هو انفكشن، او بوزيتيف هيستولوجيكال اناليسيس للبيري بروسيتيك تيشو، يعني انا دخلت بقى وعملت وخدت التيشو طلعت بوزيتيف، او سنجل بوزيتيف كلتشر ولما عدت تاني طلع نيجاتيف. لو انا عندي واحده سنجل، ما انا عندي لو عندي اثنين وسيم اورجانيزم يبقى ده شور، مش محتاج انذر ماينور كريتيريا، انما لو عندي واحده يبقى انا محتاج حاجتين، يكون معاه سي ار بي عالي ومعاه ساينوفيال فلويد وايت بلاد سيلز او الليكوسيتيك ستريس تيست. وبعد كده قلنا اتفقنا حتى قبل كده ان هو ده السكورنج سيستم بتاعنا، ان احنا لو لقينا السي ار بي اكتر من 10 في الكرونيك يبقى ده ياخد 2، هنديله سكور 2. ولو الدي دايمر، لو الاي اس ار سوري عالي في الكرونيك فوق ال 30 نديله 1، لو الوايت بلاد سيلز عاليه في الساينوفيال فوق 3000 في الكرونيك او 10000 في الاكيوت تاخد 3، لو الليكوسايت ستريز انزيم تاخد 3، لو بوزيتيف الفا ديفنسن ياخد كل واحده من دول تاخد 3، يعني انا لو عندي 3 من دول، 3 دول بوزيتيف يبقى المجموع 9. الليفيتد ساينوفيال بوليمورف بالنسبه للتوتال ليكوسيتيك كاونت تاخد 2، لو عندي سنجل بوزيتيف كلتشر تاخد 2، بوزيتيف هيستولوجي ياخد 3، انتر اوبريتيف بيريولنس ياخد 3. اجمع لو فوق 6 يعني 7 ده شور انفكتد، لو اقل او يساوي 3 ات از نوت انفكتد، 4-5 انكونكلوسيف، وده معناها زي ما قلت ان انا اعيد الاسبيريشن، اعيد التحاليل تاني واشوف الدنيا اخبارها ايه. وطبعا بره بيوصلوا بقى لانذر ادفانسد ليفل اوف دايجنوزيس اللي هو الموليكولر بيولوجي، ان يشوف الجين بتاع الميكروب في قلب الساينوفيوم بره علشان يطلعوا اللي كان نيجاتيف كلتشر ده ممكن يكون بوزيتيف. هندي شويه حاجات كلينيكال اكزامبل كده. ده 63 سنه الصوره اللي عرضناها في الاول وعامل توتال نيم بقاله 3 سنين والعيان انساتيسفايد، ودي كمان الاميديت بوست اوبريتيف اللي انتم شايفين طالع بالراديفاك كده. فهو طالع زي ما احنا شايفين ان التيبيال كومبوننت ان سيفير فارس، وطالع كمان ريفرسد سلوب. لو احنا شايفين كده التيبيا، التيبيا دي المفروض يبقى فيها بوستيرو سلوب، يعني يبقى عامل كده،
لا ده سوري ده عامل ريفرس ديسلوب. ريفرس ديسلوب ده يعمل مشكله جدا العيان اللي دخله في ريكرفيتم، يعمل مشكله على الباتيلو فيمورال وخصوصا في السلام طلوع السلام. وهنا ان سيفير فيروس معناها ان الاستريس هتبقى عاليه كان واحد عنده فيروس ديفولت، يبقى دي مال انلاين برايمري ني. شوف الامور واضحه وصريحه بالنسبه لنا، شود اكسكلود الانفكشن وتعمل ورك اب للانفكشن. يبقى الكرنت سيتويشن في فيروس ديفورميتي ومعاه فيروس ثراست، يعني احنا لو شفنا كده العيان هو ماشي هنلاقيه بيمشي مع فيروس ثراست وهو ان فيروس ده الرجل اليمين دي اللي عامله العمليه، يعني ما تصلحش خالص الفيروس اللي كان موجود وبالعكس هو طالع بيه كده. وبالتالي في خلال السنتين ثلاثه زي ما احنا شايفين هنا التيبيا بدات تفك من اللاترال، واضحه من اللاترال هنا، والفيما الاخرى بدات تفك. ورك اب فور انفكشن، لازم نكسكلود الانفكشن كانوا نيجاتيف. طيب بعد كده خلاص انت اتاكدت انه في انفكشن، هبتدي نتعامل معاه ان هو لوس امبلانت ومال الاين. يبقى هنصلح المال الاينمنت اللي كان موجود، ان احنا عندنا ديفيشنسي على الميديال سايد يبقى احنا هنعالجه باوجمنت على الميديال سايد، وكان شكله ويدج يبقى احنا هنستخدم ويدج. طبعا طالما ريفيجن يبقى شود يوز ستيم نو، يعني ريفيجن مينز ستيم، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل ريفيجن من غير ما استخدم ستيم، وهنشرح ليه وايه الفلسفه من الكلام. صلحنا كمان الاسلوب اللي هو كان موجود فيه المشكله، وبالتالي رجعنا العيان ده aligned probably وبي في الريفيجن سيستم، وصلحنا المشاكل اللي كانت موجوده عنده، الفيروس الموجود والاسلوب الموجود اللي كان ديفيشنسي، وبالتالي الراجل اتصلح وبقى aligned. ودي مقارنه ما بين البرايمري ني والريفيجن ني اللي اتعملت. نيجي العيان ده، العيان ده سنه بوست اوبرتيف، العيان ده ما عندوش بين خالص، مجرد عنده ليمبنج وهو ماشي، هنشوف مشيته عامله ازاي. الراجل ده بيمشي بالطريقه ديت، انما هو ما بيشتكيش من بين، ما عندوش انتالجيك بين خالص. لما هنيجي نبص على العيان ده ونفحصه كلينيكالي هنلاقيه كمان زي ما احنا شرحنا قبل كده ان هو عنده فليكشن انستابيليتي، معناها لما بتعمل له انتيرور درول او بسيرور درول بتلاقي فيه انستابيليتي والكومبوننت بيتحرك معاك. طيب يبقى لما نيجي نشوف هنا هنلاقي العيان عنده وايد فليكشن جاب، يعني كان واخد من البورسيرو كوندايل كتير. تاني حاجة عنده فيروس الاينمنت التيبيا، عنده الميديال ليجامنت فاتح، يبقى هو عنده كذا مشكلة، عنده فيروس الاينمنت للكومبوننت، عنده ميديال انستابيليتي، عنده فليكشن انستابيليتي. كل شايف كل المشاكل اللي احنا شايفينها دي خلاص، يعني انا عملت اناليسز للمشكله بتاعت العيان، انا عارف اخش اعمل ايه. التيبيا دي لازم اصلح الفيروس اللي موجود فيها، الفيمورال كومبوننت اللي هو عمل داون سايز وبالتالي شال من البوستيرو كوندايل كتير وبالتالي وسع الفليكشن جاب فبقى عنده فليكشن انستابيليتي، يبقى انا هكبر الفيمورال كومبوننت علشان املى الفليكشن جاب ده. انا شايف حاجات كتير اهو، والميديال ليجامنت معناها ان انا هزود الكونستريند بتاع الامبلانت اللي انا موجود، مع ذلك ورك اب فور انفكشن شود بي نيجاتيف، لازم تعمل ورك اب للانفكشن، لانه ممكن مع كل ده يبقى في اسوشيتد انفكشن وانت تخش برضو تعالج لقين ان هو ريفيجن. ده العيان صلحنا المشكله بتاعته ان هو كان فيروس، يبقى حطينا اوجمنت ميديال وصلحناه واستخدمنا ستيم لان ريفيجن، كبرنا الفيمورال كومبوننت، وبالتالي العيان ده لما هيتني هنا هيملى الفليكشن جاب، مش هيبقى عنده فليكشن انستابيليتي اني مور، هتبقى ستيبل انفليكشن. استخدمنا ستيمات علشان نانلود القصه، لان طالما ان انت عملت ريفيجن انت عندك السيرفس بتاع الفيمر وبعد بتاع التيبيا ما بقالش هيلسي زي البرايمري، فما اقدرش اعتمد عليه في الفيكسيشن، لازم ازود الفيكسيشن، واحنا هنعرف بعد شويه ايه الزونز اوف فيكسيشن ان توتال ني. استخدمنا مور كونستريند عشان مشكله الميديال ليجمنت انستابيليتي، وبعد ما كان العيان ان هابي وبيمشي بطريقه غريبه بقى يمشي دلوقتي تقريبا نير نورمال وهو ماشي بعد ما عملنا له الريفيجن نتيجه المشاكل الكتير اللي كانت حاصله له. طيب الكيس سيناريو رقم 3، عندي ويل فيكسد، عندي الكومبوننت حلو قوي، عندي الكومبوننت ويل فيكسد، الالاين بتاع التي بي ممتاز، الالاين بتاع الفيمر كويس جدا، العيان عنده بين بقاله سنه وعنده سويلنج وليه السي ار بتاعه عالي والسي ار بي بتاعه عالي
وانا شايف نقطه سودة صغيره هنا تحت التيبيال كومبوننت في الحته دي، وشايف كمان ريفاكشن ورا الفيمورال كوندايلز اللي هنا كده. فطبعا القاعده بتقول ايه؟ ان اكسكلود الانفكشن، ده انا ما عنديش سبب اساسا، لا عندي لوسننج للامبلانت ولا عندي انستابيليتي. ده الاس ار عالي والسي ار بي عالي، اي نعم سلايتلي، يبقى السكند ستيب على طول اليفيتد ساينوفيا، اعمل جوينت اسبيريشن. لقينا الساينوفيا البوليمورف عاليين، لقينا عنده ستاف اورس، يبقى احنا عندنا بوزيتيف كالتشر اهو ثلاثه، وعندنا بوليمورف، عندنا البوليمورف ديت تاخد اثنين والليكوسايت تاخد ثلاثه لو هي عاليه عاده، يبقى احنا كده وصلنا لثمانيه او سبعه مع الاي اس ار والسي ار بي اللي بياخد له برضو اثنين، يبقى انت ده ديفينتلي فوق سته، يبقى ده ديفينت فور انفكشن. هي دي بقى المشكله لما يكون عندك عيان والفيكسد كومبوننت وعندك انفكشن لو فيريلنس اورجانيزم، وعامل لك هنا المشكله فيري لوكالايز تحت التيبيال كومبوننت وهان الفيمر، وانت صعبان عليك ان انت هل تشيل كل ده لازم تشيله. هل هنا اللو جريد انفكشن هات ريبيت الاسبيريشن، ما انت خلاص انت مجمع الدنيا كلها. الدير، هل الدير ده معناه ان انا اعمل ديبرايمنت اند ريجيشن، ومعناها ان انا مجرد اخش واغير البلاستيك معتمد على ان الكومبوننت بتاعي فيري ويل فاكسد وشيله هيبقى صعب والكلام ده كله؟ لا، ما هو ما ينفعش، لان بدا اولا العيان بقى له سنه، معناها ان عمل بايوفيلم، البايوفيلم ده صعب جدا ان انت تيراديكيت بمجرد تغيير البلاستيك. تاني عندك بقى عندك بون تشينج، يعني بقى الانفكشن واضح في قلب البون تحت التيبيال تراي، بقى في انفكشن على التيبيال كومبوننتس. طيب هنا هنختلف، طب اعمله بقى تو ستيج ولا وان ستيج؟ يقول لك وان ستيج شروطه الاساسيه ان انت ما يكونش عندك كوموربيديتي خالص، ان يكون انت الاورجانيزم عارفه واحنا عارفينه ان هو ستاف اورس وسنسيف لكل الانتيبيوتكس، ان يكون الانتك سوفت تيشو انفولب، يعني مثلا ما ينفعش اعمل وان ستيج ريفيجن لعين ميرسي، لا، انما كواجوليز نيجاتيف ستاف وسنسيتيف لكل الانتيبيوتكس ده كويس جدا. ما يكونش عنده بون ديفيشنسي رهيب، ما يكونش عنده سوفت تيشو ديفيشنسي في الامبول، ما يكونش عنده كوموربيدز، يبقى العيان ده عيان ايديال للوان ستيج ريفيجن برغم الانفكشن. في مصر عاده لا نستحب الوان ستيج ريفيجن برغم ان هو بقى دلوقتي هو مور بوبولار، لما بيتعمل مظبوط ويكون عندك معمل كويس بيساعدك يبقى ممكن الوان ستيج ريفيجن في الحالات اللي زي كده تبقى ممتاز. طيب كيس سيناريو رقم أربعة تاني، الحاله اللي قلنا عليها لما الستريت فيو فيها ميديا ليجمنت بيفتح، ولما عملنا سكاي لاين فيو لقينا فيها الباتيلا work up for infection ولازم نكسكلود العينين دول. بقى انت ممكن هو هيجيلك بالاشعه من غير الاستريس فيو ده، فانت هتشوف التيبيا كويسه والفيمورال كومبوننت كويسه، ولو ما طلبتش سكاي لاين فيو مش هتشوف المنظر ده، يعني انت هنا مش هتشك ان الباتيلا فيها مشكله. انت لو انت عامل اي بي عاديه مش هتشك ان الباتيلا فيها مشكله، يبقى احنا اكوردنج للرولز ان انا ما عنديش فرانك لوزنينج، ما عنديش فرانك انستابيليتي، ورك اب الانفكشن نيجاتيف، بعمل سي تي، والسي تي ده مهم جدا ان هو يبقى بحاجه اسمها ميتال ارتيفاكت ريدكشن، يعني بتطلب من بتاع السي تي يكون سنتر محترم ان لو سمحت هيطلع ميتال ارتيفاكت على السي تي عايزك تعمل لي ريدكشن دي، وده عباره عن سوفت وير المفروض انه موجود عند بعض المراكز ومش موجود عند كل المراكز. وهنا تقدر تشوف التيبيال كومبوننت اذا كان فيها مال روتيشن ولا ما فيهاش مال روتيشن. ده احنا قلنا ان هو غالبا في بعض الانترنال روتيشن موجوده عنده سواء في التيبيال وفي الكومبوننت، ولكن الست دي كانت كبيره في السن شويه فما كناش عايزين نعمل لها ميجور ريفيجن سيرجري، فاكتفينا بالانترمولايزيشن، وده سب اوبتيمال سوليوشن ان احنا عملنا تيبيال تيوبراستي اوستيوتومي ونقلناها الى انتروميدياليزيشن وعالجنا الباتيلو فيمورال مال تراكنج ببوني اند سوفت تيشو بالانسنج، وحسنا الميديال انستابيليتي بثيكر بلاستيك انسول. وهنا زي ما بقول لك احيانا بتقبل بي، وهنا شايف الباتيلا هنا بقت مور سنترلايز وبقت ناحيه الميديا، ان انت بتقيم العيان برضو بالكوموربيديتيز اللي موجوده. احيانا الفاينانس بتخش معاك في رولز، لان انت علشان تعمل ميجور سيرجري وتريفايز كل الكومبوننت ده انت عايز فلوس كتير قوي.
خلي بالك بقى من احد المصايب، ان العيان يكون عنده برضو زي فليكشن انستابيليتي وعنده حاجات زي كده وهو مش عارف يمشي، انما يكون العيان ده عنده سبب تاني غير معروف. لما تيجي تشوف العيان ده هتعرف ان العيان ده عنده مشكلة كمان نيورولوجيكال، المشكلة مش من الني، المشكلة دي كانت من عنده من السباين وعنده ثرينجوميليا. فده ما ينفعش تعمل له ريفيجن قبل ما هو يتعمل له السباين سيرجري او السباين بروبلم بتاعته تتحسن، لازم تريفير لحد نيورولوجيكال يحلها له الاول وبعد كده تعمل له بتاع النير فيجن بتاعه. الديفيكالت اكسبوجر طبعا لو قدرت ان انت تخش، لو عيان هو جاي لك اساسا بفور رينج وده الفيرست ريفيجن بتاعك، انت سهل جدا ان انت تخش وبعد ما تعمل الساينوفيكتوم بتاعتك وتعمل الريليس تقدر تشتغل زي الابروتش العادي جدا بتاع البرايمري. انما في كثير من الاحوال ان يكون العيان بقى ستيف وان العيان مفتوح قبل كده وفي فايبروزس عنيفه، ان يكون العيان عنده باتيلا انفرا، ان يكون العيان عنده فليكشن ديفورميتي، يبقى انت مش عارف تدخل المفصل اصلا. وبالتالي الاحسن ان انت لو لقيت فيري ديفيكلت ان انت تاكسس المفصل ومش عارف تشيله، الخوف ان انت تنتهي بباتيلر تندون افالجن ودي تبقى مصيبه سودة، يبقى ده unplanned باتيلر تندون افالجن. احنا عايزين نعمل planned باتيلر تندون اوستيوتومي وده هيديني very good exposure، يعني افتح كده براحتي خالص وبعد كده اخد التيبيال تيبروستي. وطبعا غير مسموح ان انا اعمل التيبيال تيبروستي اوستيوتومي سنتي او 2 سنتي، ده هيبقى عليها هاي ستريس عاليه جدا بعد كده. لا احنا بناخدها طولها 10 سنتي علشان السيرفيس بتاعها هيبقى طويل وتهيل. وعايز اقول لكم حاجه ان انا عمري ما شفت تيبيال تيبروستي اوستيوتومي بالطريقه ديت، انك تاخده 10 سنتي وسكنس 1 سنتي ما لحمش او حصل فيه مشكله. الحقيقه كلهم بيلحموا في وزن 4 to 6 weeks طالما متثبتين كويس بسكروز زي الحاله اللي هنرجع لها كده، زي الحاله دي مثلا اهي، وثبتها بمسامير بعيد عن المفصل نفسه، فكلهم بيلحموا كويس قوي. دول قلنا بنستخدمهم لما يكون عندك عيان بقى ركبته بقت خريطه ما انتش وستيف وفي فايبروزس وادهيجنز، انت مش عارف تخش المفصل اساسا، وبالتالي انت بتستخدم المور لاترال وتقلب الباتيلا ميديال، انما انت ممكن تفتح ميديال وتقلبها لاترال، يعني على حسب الاكسبوجر عندك ازاي وهنشوف الفرق هنا. ده انديكيتد زي ما احنا قلنا ان انت مش عارف تقلب الباتيلا، احيانا الباتيلا باه، الباتيلا باه، انتوا شايفين الباتيلا، ادي الباتيلا وادي التيبيال تيبروستي، شايفين المسافه بتاعت الباتيلا تندون قد ايه؟ فيري شورت. طبعا دي في حاله احنا دي حاله كنا بنعملها كونفرجن ارثروديسيس تو ارثروبلاست، يعني دي مش حاله ريفيجن، بس انا حبيت اوري الصوره هنا لانها بتبين كويس قوي. ادي طول التيبيال تيبروستي اوستيوتومي اللي احنا بنعمله، شايف السيرفيس اريا بتاعته والسمك بتاعها سنتي. طبعا ده لما بيرجع تاني هنا الهيلينج باور بتبقى كويسه جدا وخصوصا في الكانسيلس بون، وبترجعه بسكروز 4 مللي شورت ثريد، فبيعمل كومبريشن عند الاوستيوتومي سايت وبالتالي عين بيلحم كويس قوي. عين فليكشن ديفورميتي ومش عارف بعد التوتال ني ومش عارف تتني ولا مش عارف تشتغل، يبقى لو سمحت من الاول يبقى تيبيال تيبروستي اوستيوتومي عشان تشتغل براحتك. التوانس طبعا عملت تيبيال تيبروس اوستيوتومي وقلبته بالباتيلر تندون بالباتيلا بالكوادريسبس، الدنيا بقت قدامك واسعه وعامل فيري جود اكسبوجر، تعرف تشيل بقى الكومبوننت براحتك، البلاستيك براحتك، التيبيال كومبوننت براحتك، الفيمورال كومبوننت زي ما انت عايز، واخد بالك. يبقى الاول هنتراي، لو الدنيا ماشيه سموث وايزي ومفيش اي ستريس على الباتيلر تندون ومش خايف انه يافالس، ودي هتعرفها ان انت الامور ماشيه كانها برايمري، يعني انت في الاول بتخش بتوسع الانسيجن بتاع. طبعا نو رولز للميني انفيزيف ريفيجن، الريفيجن مفيهوش الكلام ده، لازم تكون فاتح كويس موسع الدنيا كويس، بعد كده تبتدي تديسكت كل الساينوفيوم والادهيجنز اللي تحت الكوادريسبس وتحت الكوادريسبس تندون وبينها وبين الباتيلا وتحت الباتيلر تندون، وتعمل اكسجن لكل الادهيجن وكل الساينوفيوم. ده هيسهل لك كتير انك تتاخر الباتيلا، انت مش لازم تأفرت الباتيلا، انت ممكن مجرد تراكت الباتيلا. لقيت في اي ستريس على الباتيلر تندون بعد ما عملت كل ده، يبقى على طول نو داوت ان انا اخش على تيبيال تيبروستي اوستيوتومي علشان اشتغل كويس وما اعملش باتيلر تندون افالشن.
ادي اللي هيسهل لك الاكسبوجر البروبر ساينوفيكتور، لازم توصل للمنظر ده في الريفيجن سيرش. وده الديفرنت ساينوفي رياكشن من حالات كتير احنا عاملينها ريفيجن، يعني دول مثلا ده بس دي حاله برايمري، هتلاقي ده منظر العيانين بتوع الانفلاماتوري والروماتويد، ده منظر العيان الانفكتد اللي هو سيبتك نين، ده منظر الميتالوزيس، ده البلاستيك اتاكل خلاص وبقى ميتال على ميتال، فيعمل لك كان نسميه بير بترول، يعني انت فاتح كانك فاتح بير بترول. دول العيانين بتوع الوير، يعمل لك المنظر كذا المنظر بقى المختلف دول، ده زي البانس، سواء يعمل لك البني ده او يعمل لك الوايتش قوي ده، او يعمل لك زي الفيلس زي بتوع الروماتويد كده. لازم تأكسايز كل الكلام ده كله وتوصل للمرحلة ديت، ان انت منظف كل الساينوفيوم حوالين الكومبوننت قبل ما تشيل المفصل القديم. الامبلانت ريموفال، ودي من الحاجات المهمه جدا في التوتال ني ريبليسمنت، لان انت ممكن تضر العيان اكتر ما تفيده. زي ما بقول، المرحله بتاعه الدياجنوزس، المرحله بتاعه الاكسبوجر، المرحله بتاعه الريموفال، ده شغل جراح كويس. مرحله التركيب ممكن بتاع الشركه يعملها، يعني ممكن يركب السي سي كي كويس، انما لحد الريموفال هو مش هيعرف يعمل. فكل ده اللي احنا بنعتبره، يعني ما ينفعش ان حد سينيور يقول لحد مور جينيور خش شيل المفصل لحد ما انا اجيلك، ما ينفع. كان دايما دكتور تيمور استاذي طبعا وان اوف اور منتورز، يعني يقول لي حتى مثلا الديبرايمنت اللي انت هتعمله في التو ستيج ريفيجن، الديبرايمنت يعمله الاستاذ الكبير والريفيجن يعمله الصغير مش مشكله، لان تركيب يا جماعه المفصل مش هو التريكس الكبيره. انك ترموف من غير ما تعمل دامج للبون ده مهم، لان دي محتاجه واحد عنده صبر عنده هدوء، والا خصوصا احنا بنتكلم على ان انت هتشيل مفصل والفيكسد، مفصل مثلا معمول من 3 شهور وفي انفكشن وخلاص، وانت عملت ديبرايمنت مره واثنين ولازم تشيل مفصل، المفصل ده معمول من 3 شهور يعني ماسك في العظم، طيب انت هتشيله بعنف، هيروح شايل لك ميديال فيمورال كوندايل، لاترال فيمورال كوندايل، ميديال تيبيال بلاتو، يبقى انت عملت مشكله كبيره جدا ليك وللعيان. وبالتالي هي زي ما احنا هنشوف ازاي احنا نشيل الكومبوننت بصوره بروفيجن. يبقى مرحله الدياجنوزس، مرحله الاكسكلوجن اوف انفكشن، مرحلة الاكسبوجر، كل ده جراح بروفيشنال بيعمل. الامبلانت ريموفال ده مهم جدا برضو. طيب هبقى سعيد جدا 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 ان انا اشوف هذا المنظر، ان انا قدرت افك الفيمورال كومبوننت ما بين الفيمر والبونسمنت، وما فكتش، لان ده معناها ان انا حافظت على البون بالظبط اللي كان الكاتس اللي كان عاملها الراجل في البرايمري. يعني انا طلعت بعد الريموفال بتاع الامبلانت من غير ما اخسر اي بون من اللي كانت موجوده في البرايمري سيرجري، انا مجرد هريفايز على الكاتس دي بالمنشار هتشيل ال 2 مللي البون سمنت اللي موجود بالمنشار. نفس الحكايه التيبيا، طلعتها ما بين التيبيا وبين البون سمنت، وبعد كده احط الكات وهشيل ملي من البون مع طبقه البون سمنت اللي هو كان عاملها، لان ما ينفعش ان انا احط هنا مش زي الهيب قوي اللي هو انا اعمل سيمنت اون سيمنت تكنيك. يبقى انا الجولز بتاعتي ان انا عدم الضرر للمريض، مينيمال بون ديستراكشن، لان زي ما انا قلت انت في حاجات انت هتبقى محضرها، انت شايف ان العيان ده كان انسيفير فيروس ولوس ام فيروس وكاله التيبيا ام فيروس، يبقى انت اكيد محتاج ميديال اوجمنت. العيان اللي كان عامل داون او الجراح اللي كان عامل داون سايز الفيمر واكل البوستيرور كوندايل كتير، معناه ان انت عايز اوجمنت بوستيرور لما تكبر الفيمر كومبوننت عشان تصلح له الفلكشن انستابيليتي اللي عنده. انما لازم تحضر نفسك للمشاكل اللي هتحصل انترا اوبرتيف وانت بتشيل كومبوننت، لو شالت لك جزء كبير من الميديال فيمورال كوندايل ولا لاترال فيمورال كوندايل، يبقى انت لازم يكون عندك اوجمنتس تعوض الكلام ده. And proper timing، يعني برضو ما تاخد وقتك في الموضوع، مش عايز استعجال، مش عايز عصبيه، مش مره واحده هتمسك وبالشاكوش وبالاوستيوتوم وعلى الفيمر هتروح طالعه لك بالفيمورال كوندايلز، وعاده الناس دي كلها بتبقى اوستيوبروتيك. يبقى الجولد رول الاولاني في موضوع الريموفال هو الادكوت اكسبوجر. ادكوت اكسبوجر يعني انت لازم تكون شايف
الكومبوننت كله واضح، شايف الجزء بتاع الفيمر كومبوننت، شايف الجزء بتاع البون سيمنت، شايف الجزء بتاع البون، يعني انت شايف الانترفيس واضح بالنسبة لك. لان انا هقول لك ان احنا هنخش في اوستيوتوم رفيع اللي بنسميه الشيزل اي او، هتخش ما بين السيمنت والفيمورال كومبوننت، ممنوع تخش ما بين السيمنت والبون، لان معناها انه هيعمل ديجنج في البون وهياكل وهيعمل لك بون ديفيشنسي، يبقى نو رول للميني انفيزف. زي ما اتفقنا بروبر ساينوفيكتيم، هشيل كل الساينوفيوم، ده جزء هو من الديزيز من الباثولوجي وجزء كمان من البروبر اكسبوجر. لازم اشوف البروسيس السيمنت بون انترفيس علشان امنع الانترا اوبريتيف فراكشر وبريفنتنج السوفت تيشو دامج. ما ينفعش على حاجه زي كده اروح خابط التيبيا من تحت لفوق باوستيوتوم عشان اطيرها، هتطلع لك بالبون بتاع البروكسيمال تيبيا كله. يبقى لازم انضف كل السوفت تيشو اللي حوالين التيبيا، وابقى شايف كويس جدا التيبيا سيركمفرنشالي تماما، وبعد كده اشوف البروسيسز واشوف السمنت واشوف البون، علشان وانا داخل بالاوسيتوم اعرف انا داخل في اتجاه. لينا سيكونس للريموفر، يعني هو اول حاجه انك تشيل البلاستيك، ده اسهلهم، انك هتخش تحت البلاستيك انسرت. مثلا انا هجيب لكم صوره تحت البلاستيك انسرت، هنا كده انا عايز اشيل دي مثلا، هروح داخل بالاوستيوتوم بعد ما اعمل فليكشن وعملت الاكسبوجر، هروح داخل بالاوستيوتوم ما بين التيبيا، انا التيبيا حميال البون والفيمر حميال البون، هروح داخل وشايل بلاستيك. يبقى اول حاجه هو الريموفال اوف ذا تيبيال بولي ايثيلين. تيبيال بولي ايثيلين هيديني اكسبوجر احسن، كده هبقى شايف احسن للاذر كومبوننت، واديت سبيس لنفسي اتحرك فيه، ولمتني هشوف الفيمر احسن واشوف التيبيا احسن. تاني حاجه الفيمر، التيبيا اصعب حاجه في الريموفال، يعني التيبيا اللي هي وان كات موجوده ما اشيلهاش الاول خالص، لانها دايما هتعلق لك على الفيمر، يبقى لازم اشيل الفيمر الاول، اتني الفيمر واخش واحاول افك الفيمر من البون سيمنت، وبعد ما افك الفيمر يبقى انا التيبيا زي ما احنا شايفين كده. هنا انا اكسبوجر اوف ذا فيمر كويس، هشيل الفيمر، وبعد ما شلت الفيمر ابتدي اكسبوز كل البوستروميديال والبوسترولاترال اللي حوالين التيبيا وميديال ولاترال، اشوفها كويس جدا، بيبقى فيه كتير فايبروزس معلق على الكومبوننت ده، لازم انضفه كويس واشوف سيركمفرنشلي، وما يبقاش التيبيا معلقه على اي حاجه من البون هنا، والا اول ما هخبط هيطلع يخبط لي في الفيمر يعور لي كمان الفيمر. بعد كده يبقى تالت حاجه التيبيال كومبوننت، ولو عندي الباتيلر كومبوننت يبقى ممكن هو في الاخر. خلي بالك السيكونس ده عكس السيكونس بتاع التركيب، يعني احنا عاده بنركب التيبيا الاول وبعد كده نركب الفيمر وبعد كده نحط البلاستيك، عكسه تماما، هنشيل البلاستيك بعد كده نشيل الفيمر وبعد كده نشيل التيبيا. طيب لو انا عندي لوس كومبوننت زي حالك زي كده انفكتد تماما، فهو الانفكشن قام بالدور خلاص، فكلك كل حاجه، تخش هتمسك الفيمر تطلعها بايدك، مجرد ان انت عايز اديكوت اكسبوجر وتحمي السوفت تيشو والبون ستراكشرز، هتلاقي الفيمرال كومبوننت، وادي ادي كل البايوفيلم والانفكشن فكلك الفيمرال كومبوننت بكل سهوله، وتبقى مبسوط جدا ان الفيمر طلعالك نظيفه من غير بون جواها كتير او شايلك كوندايلز طالعه بيه ولا حاجه. طيب انما بقى دايما المشكله في الويل فيكسد كومبوننت، ده الكلام اللي انا بقول عليه، شايفين الشيزل اي او ده؟ الشيزل اي او ده داخل ما بين السمنت وما بين الفيمرال كومبوننت، زي ما اشوف انا عايز اطلع من المنظر ده، طبعا هاجي هنا وامشي على الديستال كات وامشي على الانتيريور شامفر وامشي على الانتيريور وبراحتي خالص، وهنا بعد كده البوستيريور شامفر، بعد كده اشيل كل السوفت تيشو ده واخش على البوستيريور كوندايل، يعني اعمل مور فليكشن في الني واخش على البوستيريور كوندايل، هنا دخلت انتيريور، هنا دخلت على الكات، هنا البوستيريور شامفر براحتي خالص، وبعد كده لف من الناحيه الثانيه واعمل الديستال كات وبعمل الشامفر وبعد الانتير وبعمل بوستير. في ناس بتستخدم جيجلي سو تعديها، انا مش من الفانز بتاعت الجيجلي سو، انا بحب جدا اللي هي الاوستيتومات الرفيعه او اللي هي اسمها الشيزل اي او ده، يبقى بتشتغل على طول على السيمنت بروسيسز انترفيس، ما بتشتغلش على السيمنت بون انترفيس.
كل الدايركشن بتاعك، كل الاوستيوتومات تبقى موجهه نحو الامبلانت. انا مش خايف على الامبلانت، يعني انا لما بخش ما بين السيمنت والامبلانت يبقى السيمنت حاميل البون اللي تحتي زي التيبيا دي كده، انا داخل حد مشيل التيبيا وسايبالي البون، سيمنت ماسك في البون، بعد كده هيطلع لي في الكات عادي جدا. ان انا اقعد سيركمفرنشال لحد ما اوصل برضو زي ما انا قلت للمرحله ديت بتاعه الفيمر، ان انا طالعت بالفيمر الكومبوننت وسايب طبقه البون سيمنت زي ما هي حاميالي الجزء بتاع الفيمر. طيب نيجي بقى للريكونستراكشن اوف ذا بون ديفيشنس. خلاص انا شلت الفيمر كويس ان سموس، وشلت التيبيا وشلت البلاستيك انسرت، هبتدي اسس بقى انا ايه مشكلتي في الريكونستراكشن. طبعا زمان كان هو السي سي كي والاوجمنتس هم حلنا الاساسي او حلنا الوحيد في كل حاجه. الدنيا اتغيرت شويه بعد الكونسبت اللي احنا هنقول عليه ده. ده بيسموه الزونز اوف فيكسيشن ان توتال ني ريبليسمنت، وخصوصا في الريفيجن. قال لك احنا عندنا ثلاثه زون. زون 1 اللي هو الجون سيرفيس، اللي هو زي الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا. لما في البرايمري ني انت بتاخد التيبيا الكات، فعندك سيرفيس ده اسمه الابيفيزيال سيرفيس لانه جوه جونت، كانه بدل الابيفيسس بتاع زمان، وده اسمه جون سيرفيس. التيبيا كمان الكاتس اللي في البرايمري ديت هي ده جون سيرفيس بتاع الفيمر. الجزء بتاع الميتافيسس بتاع البروكسيمال تيبيا او بتاع الديسال فيمر اللي هو باللون الاخضر ده، وهنا ده اسمه الميتافيزيال زون. بعد كده لما تنزل على الديافيزيز اسمه ديافيزيال زون. وقال لك احنا عندنا ثلاثه زونز في الفيكسيشن للريفيجن سيرج: فيكسيشن على السيرفيس، وفيكسيشن في الميتافيسيز، وفيكسيشن في الديافيز. ولازم يكون عندك اتليست اثنين سيرفيس كويسين ماسكين كويس، وهنشوف كل واحد. خلي بالك ان احنا في الريفيجن سيرجري زي ما انت شفت كده، احنا بقى عندنا بون سيمنت ودخلت في البورز بتاعه الكانسيلس بون، فبالتالي الجوينت سيرفيس بقى عنده فيه مشكله. يعني عمر ما السيمنت انتجريشن في الريفيجن سيرجري هيبقى زي البرايمري، وبالتالي مفيش حاجه اسمها ان انا اركب ريفيجن سيرجري معتمد على جوينت سيرفيس بس او على الابيفيزيال او الكاتس اللي كانت في البرايمري او اللي زي البرايمري. ما ينفعش لان هي ديتريوريت، يبقى لازم يا اما هستخدم ستيم، ولو عندي الضياف ومعتمد على ان الميتافيسس كانسيلس بون كويس، ولو في مشكله يبقى لازم ازود انذر زون اوف فيكسيشن. نيجي ادي عندي هنا، وده اكتر في البرايمري، ان انا لما يكون عندي ادي البرايمري هنا بس عندي الميتافيسس كويس. يعني انا لو شلت البون ديت من تحت عند البون ديفيشنسي عندي كل الميتافيسس عندي كويس، بس انا عندي حته هنا، هل الحته ديت هنا كونتين؟ يبقى انا احط لها بون جرافت وخلاص، وهعمل امباكشن بالبون جرافت، وده عاده يبقى في البرايمري. وممكن استخدم ستيم علشان بس اقلل الاستريسز اللي هتبقى على البون جرافت. ده عادة يبقى في البرايمري زي ده بون ديفيشنسي ان زون 1. ولو انا عندي مشكله في الفيمر في الديستال هحط اوجمنت على الديستال، عندي بوستيرير هحط اوجمنت على البوستيرير، وكل الفرايتيز ديت موجوده عندي في الريفيجن سيستم. يعني سي ان انا مثلا عندي ديفيشنسي عند اللاترال او الميديال ديستال فيمر، يبقى هركب اوجمنت عند اللاترال او الديستال حسب البون ديفيشنسي فين. عندي في البوستيرير بوسترو ميديال او بوسترو لاتر هركب اوجم. ده كل ده بيعالج المشاكل اللي على السيرفس اللي هو السيرفس كات. انما الفيمر كومبوننت مهم زي ما احنا شفنا في الحالات اللي عرضناها، ان انا لما حطيت الاوجمنت على الميديال صلح لي الفرس اللي موجود. ما انا كان ممكن اقطع الكات كلها بربنديكولر من عند البون ديفيشنسي، يبقى انا خسرت كتير جدا من البون سيكنس اللي انا موجود. لا، انا حطيت اوجمنت وصلحت الفرس اللي موجود وخلينا تقريبا الجوينت لاين احسن. طيب هنا نفس الحكايه، لو انا العيان ده كان محطوط انفرس او فالجس بتاعت الفيمرال كومبوننت، يبقى انا هصلح الكات ديت بتاعت الديستال فيمرال كومبوننت باستخدام اوجمنت، لان عندي مشكله في السيرفس هنا فهصلحها باوجمنتس. طب هو انا الريفرنس بتاعي ايه علشان اقول انا ده عندي ديفيشنسي ولا عندي ديفيشنسي؟ ان انت بتصلح حاجه اسمها جوينت لاين، انت لازم الجوينت بتاعك اللي هو الارتكيوليشن اللي هيبقى ما بين الفيمر وبين البلاستيك ده يبقى على بعد 25 مللي من اللاترال ايبي كوندايل، وعلى بعد 30 مللي من الميديال ايبي كوندايل.
طيب نفرض مثلا ان انا في الريفيجن لقيت نفسي الكاتس كويسه قوي يا جماعه، ما فيش ديفيشنسي، واحنا هنحط الريفيجن اهو، ورحنا مدخلينه وراح اتدخل على السيرفس. بعد كده بشوف المسافه اللي ما بين الفيمرال كومبوننت وبين البلاستيك، لقيتها 15 مللي. ده معناها ان ده ما ينفعش، 15 مللي ده معناها ان انا عليت بالجوينت لاين حوالي 10 مللي زياده، وبالتالي يبقى انا لازم اركب ايه؟ لازم اركب 10 مللي اوجمنت علشان انزل الجوينت لاين لتحت، علشان احافظ على ان المسافه ما بين الفيمر وبين الايبيكوندايل تبقى مظبوطه 5، لان كل ما هعلى واعلى بالجوينت لاين كان عليت بالركبه لفوق. اعلى بالركبه فوق معناها ان الباتيلا نزلت لحد، يعني مش هي تنزل لوحدها، انا كان ركبه العيان هيتن ركبته 10 مللي فوق الطبيعي، بقت فوق ركبته دي طلعت فوق في الفيمر، يبقى كانك نزلت الباتيلا، ويبقى العيان عنده باتيلا انفرا. طيب انما الاوجمنتس اللي هي بوستيرور دي بتتحكم اكتر في الروتيشن، يعني لو العيان ده محطوط في انترنال روتيشن او اكسترنال روتيشن اكتر، يبقى انا لو انا عايز اعدله يبقى هو الجزء ده هيسيب الفيمر بزياده واعوضها انا باوجمنتس، يبقى البوستيرور اوجمنتس اللي بتصلح لي اي مال روتيشن انا شخصته قبل ما ادخل، ان العيان ده انا داخل يا جماعه علشان العيان ده هريفايز، علشان ده كان محطوط مثلا الفيمر الكومبوننت في انترنال روتيشن، وبالتالي الفيما الباتيلا بتخلع منه، يبقى انا هصلح الروتيشن ان انا اظبط الاوجمنتس البوستيريور. طيب العيان ده داخل بسبب ان الفيمر ديت فيها مشكله في الفارس والفالجس، يبقى انا هستخدم اوجمنت على الديستال كات مش على البوستيريور كات، وهكذا. ديت الاوجمنتس اللي بتصلح لي الفيمورال بروبلمز، دي الاوجمنتس اللي بتصلح لي التيبيال بروبلم، سواء هستخدم ويدج او هستخدم فول اوجمنت او هستخدم كومبليت اوجمنت على كل التيبيا حسب الديفيشنسي شكله ايه. يعني الديفيشنسي عندك شكله ويدج، عندك ويدج تقدر تركبه. هل هو شكله بلوك يبقى انت هتستخدم بلوك. هل الديفيشنسي واخد التيبيا كلها، ممكن احط حاجه تحت التيبيا اسمها فول اوجمنت يرفع لي التيبيا كلها لفوق وتركب على التيبيا، تبقى السيكنس بتاع التيبيا عالي جدا. مهم جدا بقى الحاجة الجديدة اللي هي حصلت دراماتيك شيفت شوية، يعني مثلا انت ساعات في الريفيجن كتير قوي بتشوف المنظر ده البروكسيمال تيبيا، وانا صلحت وخدت الكات بتاعتي والكات، بس انت شايف السيرفس ده هل ينفع يبقى فيه سيمنت انتجريشن؟ مفيش، مش حلو، مش زي البرايمري ني خالص. طيب ماشي خلاص، يبقى احنا يا جماعة هنحط ستيم علشان نمسك دايفيزية. طيب هل الميتافيسس ده از اوكي ان انت كل ده هتملاه بون سيمنت في هذا العظم الاسكليروتيك اللي لا يمكن هيحصل مايكرو انترلوك، اللي هي فكره البون سيمنت. البون سيمنت ده فكرته ان بيحصل سيمنت انتجريشن او بيسموها ماكرو انترلوك، ان هو بيخش في البورز بتاعه البون سيمنت ويحصل مايكرو انترلوك ما بينهم الاثنين، وبالتالي يبقى انت عندك السيرفس وحش والميتافيسس كمان وحش. هنا خلاص يبقى انت كده يا دوبك معتمد على الستيم، وده ما ينفعش في الريفيجن. الريفيجن لازم يكون عندك اتليست تو زونز انت معتمد عليهم. يعني لو انا عندي الميتافيسس كله كانسلس وحلو زي البرايمري، وعندي السيرفس هو اللي وحش، يبقى انا بعتمد على الفيكسيشن في الميتافيسس والدايفيسس بالستيم. انما لما يكون عندي اتنين وحشين، يبقى انا معتمد على حته الحديده اللي داخله دايفيسس، برغم ان الاشعه هتطلع شكلها حلو قوي، انما المفصل ده مش هيكمل سنه سنتين وهيفك تماما، لان البون سيمنت مش هيمسك هنا لا في الميتافيسز ولا في السيرفس، وكل اعتمادك على حته الحديده اللي نزلت في قلب اللي هي مخليه شكل المفصل حلو مش حلو. فطلع بالتالي اللي هو التانتلم ده، ان هو انت تقعد تشتغل هنا بحيث ان انت تقدر تدخل دي، فدي هتعمل بورز، دي بتساعد جدا التانتلم ده. ده بيسموه ذا بيست نيكست ذا بون، يعني احسن حاجه بعد النيتشرال بون، ودي فايدته انه هيلحم في البون لانه عنده قدره على الاوستيو اندكشن، وان ان البون ده طبعا بعد ما تحضره بالبير وتوسع زياده شويه بحيث انه يبقى فيتد ان ده يدخل جواه فيلحم فيه كويس، وبعد كده تدخل المفصل بالستيم ويمسك ما بين وما بين ده باسمنت، انما هو من بره هيمسك في العظم. ودي للديستال فيمر، حتى هي شكلها شكل الميتافيسس بتاع الديستال فيمر، ما يكون عندك فيمر كده لا يمكن
لا يمكن دي تاخد مفصل عادي جدا باوجمنتس، هيبقى هتحط الاسمنت والاسمنت هيمسك قدامك، انما 6 مانس تو 1 يير كل الكلام ده هيفك. انت لازم تو بريبير ان انت تحط حاجه زي دي جوه الفيمر وترجع لك شكل الفيمر تاني زي ما هي، ودي موجوده طبعا حاليا، وتاكل بالبير تنظف دي وتدخل الجزء ده، وبعد كده تدخل فيمر الكومبوننت بي الستيم بتاعك من خلال دي، والستيم هيمسك ما بينه وما بين التانتلم اوجمنتس دي بالبون سمنت، وهو هيمسك في البون ده بالاوسيو انتجريشن مع البون. انظر فيلوسفي تاني ان انت في حاجات تانية بتركب اللي هي السليفز. السليفز برضو نفس الفكرة، انها هي بورس وتخش تعشق في قلب الجزء اللي هو ديفيشنت ميتافيزيال. ده معناها ان الميتافيسس ده ما كانش فيه بون كويس وقعد ينظفه لحد ما الكورتكس، وده هيخش زي فكره البريس فيد بتاعت الشورت ستيم في التوتال هيب، وده برضو نفس الحكايه هينجيش في الريميننج بارت بتاع الميتافيسس. يبقى انا هنا مسكت في الميتافيزيال بون كويس جدا وسيرف. ممكن لو انا عندي هو كان هنا مبسوط بالسيرفس بتاعه كان احسن، يبقى هنا انا عندي ميتافيزيال وسيرفس، هنا ميتافيزيال وسيرفس، انما ايديال ان انا ده لازم اركب له ستيم. نفس الحكايه هنا، دي عيان بتاعنا ده ركبنا له الميتافيزيال سليف اللي مسك في البون هنا ودخل بستيم، وركبنا الاوجمنت علشان السيرفس. يبقى احنا تاني ما ينفعش عيان زي كده نروح حاطين له تيبيا ونملى كل ده اسمنت وبستام، ده ما مش هيعيش الستام او في فيمر زي كده. ده قلنا الزون زون 3 طبعا كلنا عارفين ان هو عباره عن انفكسيشن بالستام. ده الايدي لو ان انت هنا مركب سليف ومركب كمان الستام، يبقى انت معتمد على الانتجريشن اللي هنا وبين. طب حد هيقول لي امتى اركب سليف وامتى اركب السليف وامتى اركب الكونز؟ يعني دي بتخش براس فات والتانيه ديت انت بتبريبير ليها البيت. دي لما يكون عندك البون زي الحاله اللي احنا عرضناها يعني مش كويس، لان هو ده هايل ان هو بينتجريت البون والبون بيقدر يلحم فيه كانه كانسلس بون مع كانسلس بون وبيلحموا في بعض كويس قوي، فمش محتاج. لو البون سكلوراتيك تقدر تستخدم التانتلم ده احلى لانه هايلي بورس جدا. انما لما يكون عندك الى حد ما ميتافيزيال معقول بس هو ديفيشنت في السنتر وتقدر تخش فيه براس فات، ده تقدر تخش فيه براس فات. وعشان كده هم احيانا لما يكون داخل براس فات كويس قوي زي الشورت ستيم في الهيب، يبقى ممكن ما تعملش الستيم كمان اللي هو الزون 3. الزون 3 ده لازم في كل حالات الريفيجن تقريبا، سواء مع سليف او سواء مجرد السيرفس لو انا عندي الميتافيسس كويس. يعني مثلا هنا احنا ما تركبش حاجه في الميتافيسس لان الميتافيسس ما كانش عندي مشكله خالص فيه، فتركب الفيمرال كومبوننت ومعها الستيم لان هنا كان فيش مشكله خالص والبون هيانتجريت كويس مع الميتافيسس، وممكن تحط بون سمنت حوالين الجزء من الجنكشن ما بين الفيمرال كومبوننت وما بين الجنكشن ما بين الستيم. طيب نيجي بعد كده السيكونس ما بين، طب وانا هعمل الفليكشن جاب الاول ولا الاكستنشن جاب الاول؟ الصح انك تعمل التيبيا الاول. يعني كتير مننا بيشتغل الفيمر الاول في البرايمري ني، وفي ناس بتشتغل التيبيا الاول. في الريفيجن الاساس ان انت تشتغل التيبيا الاول، لان التيبيا انت ده بلاتفورم انت هتبنيه الاول، وده بيشارك اولا هي سنجل كات فتقدر تشتغل فيها براحتك، وهتشوف الديفيشنسي اللي موجودة سواء تركب اوجمنت ميديال او ركب لاترال، وهي اللي بتكنترول الفليكشن والاكستنشن جاب. يعني مش معقوله تشتغل في الفيمر وتلاقيها بوظت لك مثلا الاكستنشن جاب او الفليكشن جاب فترجع لها تاني، لا انت هتعمل البلاتفورم بتاعك الاول اللي هو بيشترك في الحاجتين، وتقريبا الميكانيكال والاناتوميكال الاينمنت زي بعض، والروتيشنال ايشو بيبقى سمبلر، وبعد كده بتروح عامل الفليكشن. اهم حاجه انك ترجع الفليكشن. عاده بتبقى محتاج ان انت تاب سايز الى حد ما، او ان انت طب انا طلعت الفيمرال كومبوننت، يا اما الشركه دي انا عارفها وهشتغل ريفيجن من نفس الشركه فانا مطلع مثلا دي. طيب هو انا كان في قرار ان 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 هو الراجل في اول حاله كان عامل بروبر سايزنج من الاكس راي لاترال ولا كان عامل داون سايزنج؟ هنا مثلا احنا شايفين انه كان عامل داون سايزنج، وكان عشان كده في الفليكشن الدنيا لوس.
فلو انا ده من شركه تانية انا ما اعرفش، الاله ديت بتبص على الكومبوننت وبتقول لك والله المفصل اللي راكب من شركه تانية ده ايكوال عندي انا كشركه ايكوال مثلا السي، وانا في العمليه دي انا كنت داخل مقرر ان انا اركب اب سايز يبقى انا هركب الدي. انما لو من نفس الشركه انا مقرر ان انا هاب سايز يبقى اللي هيطلع سي هروح مركب اقول له دي، مش محتاج الاله دي في حاجه. يبقى الاله دي اهميتها لو انا بشيل كومبوننت من شركه غير اللي انا الشركه بتشتغل فيها، فده بيبص عليها، بيبص على الانترو بوستيريور دايمتر بتاع الكومبوننت اللي طالع ده، وده يقول لك ده ايكوال عندي في الشركه ديت عن سي. يبقى انا اول حاجه هروح حاطط الفيمورال كومبوننت بالاب سايز بتاعه وماشي فلاش انتيرير، هشوفه سايب قد ايه من البوستيرو كوندايل واشوف قد ايه اللي انا عايز اصلحه. والله طلع 5 مللي بحط اوجمنت 5 مللي بوستيرو، طلع 10 مللي يبقى 10 مللي. طب افرض ان انا مشكله في الروتيشن، الروتيشن هو كان عامل مثلا انترنال روتيشن كتير، يعني كان واكل من اللاترال بوستيرو كتير ومن الميديا القليل، عشان اصلح الروتيشن ده وارجعه اكسترنال روتيشن تاني معناه ان انا لازم احط اوجمنت بوسترو لاترال، سواء بقى 5 او 10 مللي يبقى انا هحط بوسترو لاترال ده هيصلح لي الروتيشن. بمعنى ان انا لما احط اوجمنت على الناحيتين بوستيريورلي يبقى انا بعمل بيور اب سايزنج فقط، انما لما احط اوجمنت على ناحيه اكتر من ناحيه بوستيريور يبقى انا بصلح روتيشن، ان الفيمر كومبوننت لما انا هلعب فيه اكسترنال او انترنال يبقى هيسيب الفيمر في ناحيه وهيقرب الفيمر من ناحيه من بوستيريور، تمام؟ وده اللي هيديني سواء بالاب سايزنج او بالروتيشن هيصلح لي الفليكشن، وابتدي اتشيك مع الفليكشن ان هي ستيبل انفليكشن. بعد كده اشوف الاكستنشن، الاكستنشن قلنا مين الجايد لينا؟ الجايد لينا هم الايبي كوندايلز، انا قد ايه بعدي من الايبي كوندايلز؟ لازم 25 مللي من علامه الايبي كوندايل لاخر السكنس بتاع الكومبوننت اللي هو هيارتكوليت مع البلاستيك. لقيته اقل من كده او اكتر من كده هادجست علشان يبقى انا عملت ريستوريشن اوف ذا جوينت لاين. هنا هو شايف طب ما انا ممكن اخش بالفيمورال كوندايل لحد ما ينام على البون، انما لا انا 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 بشوف الايبي كوندايل فين واشوف المسافه قد ايه، لو انا ناقصني يبقى انا بقيس اهوت، يبقى انا هنا محتاج لو سمحت محتاج اوجمنت 5 مللي هنا علشان لازم الفيمر كومبوننت ده ينزل علشان يبقى الفيمر في مكانها المظبوط اللي هي جوينت لاين ريستوريشن. الكونستريند ليفل وده الجولدن رول رقم 9 ان انا امتى استخدم، هو يعني ايه كونستريند؟ الكونستريند ده معناها قد ايه انا معتمد في الاستابيليتي على المفصل ده، هل انا بعتمد في الاستابيليتي على الليجمنتس بتاعت العيان ولا بعتمد في الاستابيليتي على الامبلانت؟ لما يكون الانترنسك كونستريند معناها ان انا بعتمد في الاستابيليتي على الامبلانت ده، سواء بقى بالكونفورميتي او البوست وكم ميكانيزم او الهنج ني. احنا عندنا ثلاثه كاتيجوري اللي هو البي اس اللي هو البوستيرو ستابلايز، عندنا ال سي سي كي، عندنا الهنجد. الهنجد ده توتالي كونستريند يعني لا يعتمد لا على الميديا ليجمنت ولا على اللاترال ليجمنت ولا على البيس، يعني لو عيان ما عندوش لا لاترال ولا ميديا ولا بوستير كروشيت استخدم له هنجد. لو عيان عنده وان اوف ذا كولاترال يعني عنده ميديال بس ما عندوش لاترال وما عندوش بي اس يبقى استخدم له سي سي كي. لو العيان عنده اللاترال والميديال ليجمنت وعنده الاثنين سلام يبقى استخدم له بوستير كروشيه. يبقى اذا انا ممكن استخدم بي اس في الريفيجن لان اختيار الكونستريند لا يعتمد على البون ديفيشنسي، هو يعتمد على الليجامنتس ديفيشنسي، وده الفرق ما بين الثلاثه. ده البي اس اللي هو كلنا عارفينه اللي احنا عاده بنستخدمه في البرايمري، ده السي سي كي معناه ان البوست ده بقى اطول واتخن وبيخش بريس فيت الى حد ما بينهم الاثنين ببعض. ده الهنجد اللي هو توتالي لينكد يعني ده ماسك في ده وبيتحركوا في فلكشن اكستنشن وروتيشن، انما ما بيسمحوش بالميديولاترال انستابيليتي، وبالتالي ده بستخدمه في حالات ان انا ما عنديش ولا ميديال ولا لاترال ليجمنت. الكونستريند كوندايل زي ما قلنا انديكيتد لو انت عندك وان ليجمنت ديفيشنسي، يعني ما ينفعش عيان يكون عنده ميديال ولاترال ليجمنت ديفيشنسي واطلب من الشركه اقول لهم انا عايز سي سي كي، ده ما ينفعش لان هو بيدي فارس فالجاس كونستريند، انما في وجود لازم وان اوف ذا كولاترال ليجمنت يكون موجود، وده نون لينكد يعني هو مجرد ان البوست هنا طويل واتخن انما اقدر افكهم من بعض وممكن يتخلع من بعضه انما التاني ما يتخلعش من بعضه.
يعني هنا مثلا ما ينفعش في حالات ما يكون معين عنده فليكشن استابيليتي بالمنظر المرعب ده. ده طبعا ده بعد توتال نيه زي ما انتم شايفين بتلعب جدا، فما ينفعش سيسكي خالص. ده في ما ينفعش في السيفير فليكشن انستابيليتي وديس ادفانتج اوف كريز ميكانيكال ستريس ولوزنج بدري اكتر من الهنج. ده التوتال هنج بقى ان هم لينكد ببعض، يعني بيخشوا في بعض بمسمار، وبالتالي ميديو لاترال ستيبل وانترو لاترال ستيبل كمان. ده روتيتنج وبيسمح بس بالروتيشن، البلاستيك هي اللي بتروتيت على التيبيا يبقى بيسمح بالروتيشن، انما لا يسمح بالفارس فالجاس ستريس. عيبه ان انت طبعا كل الستريسز دلوقتي بقت على البروسيسز نفسه، فهو يبقى ايرلي لوسنج. انما لقوا ان الحكايه دي الحقيقه مش كتير قوي زي الديزاينز القديمه، ووجود الروتيشن ده هو ده اللي حسن اللونجيفيتي بتاعت او السرفايفل ريت بتاعه. ودي بيبرز كومباراتيف ما بين البي اس والسي سي كي والروتيتنج هنج. يعني قال لك زي ما احنا قلنا ان البي اس يستخدم لما يكون عندك التو كولاترال ليجامنت انتكت، السي سي كي لو عندك وان اوف ذا كولاترالز ار ديفيشنت يعني مودريت فارس فالجاس انستابيليتي. لو عندك بقى سيفير فارس فالجاس انستابيليتي او عندك سيفير فليكشن انستابيليتي زي الفيديو اللي احنا شفناه، يبقى لازم ده روتيتنج هنج. والسربرايز ان لقوا ان الهايست ساتسفاكشن مع الروتيتنج هنج والهايست سيرفايفر في الروتيتنج هنج اكتر من السي سي كي. وعلشان كده في ترند دلوقتي زياده ان السي سي كي ان التوتالي هنج ده ريبليس السي سي كي، انما طبعا مشكلته غالي جدا. يعني انت بتتكلم السي سي كي دلوقتي بقى ولكن هو بيديك ميديو لاترال ستابيليتي وبيديك هاي ساتسفاكشن ريت بالنسبه للعيان، والسرفايفل ريت كمان بتاعه احسن من السي سي كي. اخر حاجه في المحاضره بتاعتنا هي الباتيلو فيمورال بالانسنج. وقلت لك الباتيلو فيمورال هو في دماغك طول ما انت ماشي زي البرايمري ني بالظبط. طول ما انت هتحط كل حاجه في النورمال بوزيشن بتاعها، يعني هتحط الفيمورال كومبوننت كبوزيشن مظبوط سنترلايز او ليتل بيت لاترلايز، والتيبيا لاترلايز وسنه اكسترنال روتيشن في التيبيا مظبوط والاكسترنال روتيشن اوف ذا فيمر مظبوط، يبقى التيبيا هتطلع الباتيلا هتطلع مظبوط. اي خلل هيحصل هينتهي بباتيلو فيمورال انستابيليتي. يبقى الباتيلر بالانسنج هو البروبر كومبوننت بوزيشننج، البروبر كومبوننت روتيشن، انك رجعت الجوينت لاين مظبوط اللي احنا بنقول عليه. يعني زي ما انتوا هنا شايفين احنا حاطين اوجمنت هنا، انا ممكن كنت اطلع الفيمر، معناها ان الفيمر هتبقى عليت وقربت من الايبي كوندايل. ده ما ينفعش، كل ما هتعلى كل معناها ان الباتيلا نزلت وبقت انفرا. في آلة كويسة جدا بتركب على الترايل بتاعة الريفيجن سيستم، ودي بتحدد لك الروتيشن بتاعة الفيمورال كومبوننت، ان يكون بتحس الابيكوندايل وبتشوف انت مظبوط في الروتيشن. ان احيانا يبقاش عندك لاند مارك طبعا زي البرايمري، يعني البوستير كوندايل كلهم متاكلين، حتى الانتيرو شامفر ممكن ما يبقاش لاند مارك كويس بالنسبه لك، فالابيكوندايلز لسه موجودين، يبقى ده بارالل للتو ابيكوندايلز، ده بيحدد لك الروتيشن. تكون ظبطت الجاب بالانس كويسه، ولو انت في مشكله لسه التيبيال توبروستي الاوستيوتومي اللي احنا عاملينه